انتصارا اكتمال لهذه الاسماء مشاهدينا الكرام. لحظات قليله فتحت البوابات على بركه الله، اندفاع علي جياد وافراس الانتاج عمر الاربع سنوات فاكثر بمختلف درجاتها متنافسه على مسافه الميل في شوط خصص للخيار السعوديين المتمرنين. قيمه جائزه هذا الشوط 100,000 ريال. يبدا الانطلاق كما نتابع مشاهدينا برق الميدان في المركز الاول من المسار الداخلي الهيان اذن، ومن المسار الخارجي ايوب بن افش الفليم، وايضا متابعه من بقيه الاسماء صرح السلام. ايوب من المسار الداخلي، صرح السلام من المسار الخارجي، انهيان في المركز الثالث في متابعه ايضا من بقيه الاسماء المتنافسه. مشاهدينا الكرام مظهر في المركز الثالث الان يتقدم من المسار الداخلي في مصرح السلام، من المسار الخارجي ربما يتقدم مع اقتراب من بداية الخط المستقيم صرح السلام أم أيوب. أيوب من المسار الداخلي يستعيد الصدارة في منافسة ثنائية ما بين أيوب وصرح السلام، ومظهر قادم في منافسة قوية. مشاهدينا الكرام صرح السلام من المسار الخارجي، وأيوب من المسار الداخلي، ومظهر من المسار الخارجي. يظهر مظهر مع الأمتار الأخيرة، مظهر يظهر ليسجل انتصار جديد، هو الانتصار الخامس في سجله السباقي.